صباح الخير أحبتنا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم في حصتكم العالية دردرك. وسيلة نور هدى ترحب بكم وراء الميكروفون، حكيمة وفيروز عبد اللي وفاطمة قباح في الهندسة التقنية. دردركم وسيلة ضيفة عندكم، وضيفة اليوم شيف فاطمة عمار اللي راح تمدلنا وصفات جميلة لأصحاب الكوليسترول. يفضلنا أن تكون حصة لأصحاب مرضى الكوليسترول، وصفات مشروبات نصائح كل شيء راح تقولها لنا. شيف فاطمة نقول لك صباح الخير ومرحبا بك. صباح النور حبيبتي وسيلة، صباح الخير طقم إذاعة الباهية، وصباح النور على مستمعينا الكرام، نقول لهم إن شاء الله نهار مبروك ويوم موفق إن شاء الله. إن شاء الله لك ولعائلتك، وشكرا لك على الحضور. العفو حبيبتي، من واجبنا هذا. شكرا لك حبيبتي. إذا نحن دائما نمدوا وصفات لأصحاب داء السكري وشوية الكوليسترول شوية مقصرين معاهم. دونك أنايا تلقيت بزاف دي ميساج، حبوا وصفات، حبوا دي جو، حبوا نصائح. واش جبتي لنا اليوم؟ شوفي ان شاء الله انا جبت لهم اولا نعرفهم شوال الكوليسترول، باسكو كاين اللي راهم بزاف مرضى به مي ما على بالهم شو ما معنى الكوليسترول. صح صح، كاين مريض به وما يعرفش اللي راه مصاب. فوالا، ونقولوا الانواع تاعه، وان شاء الله ندخل في الوصفات، عصائر، نصائح، وان شاء الله يستفادوا يا ربي وربي يشفي كاع المرضى ان شاء الله. ان شاء الله على بركه الله. على بركه الله. اولا نعرفوا شوال الكوليسترول. الكوليسترول هو عباره عن كميه من الدهون الموجوده بالدم، حيث يتجمع يتمركز هذه الدهون تتمركز داخل الشرايين، تؤدي الى حالة مرضية تتطلب العلاج، في بعض الأحيان تتطلب عملية جراحية. كي نقولوا هذاك راه عنده العروق تاعها راهم بوشين بالدارجة تاعنا، راهم غادي يبوشوا، لا هادو غير من الكوليسترول. صح. أولا الكوليسترول يتسبب في أمراض كثيرة وبزاف، هو كي نقولوا حنا يبقى غير من تحت لتحت يمرض في ذاك الإنسان اللي مصاب به. هو يسبب إعاقة حركية في الدم في الجسم الإنسان، يتسبب لنا في جلطة دماغية، جلطة قلبية، تكسر الشرايين، ذبحة صدرية، وتجمع الدهون في الجسم اللي توصل لنا إلى زيادة الوزن. كي نقولوا زيادة الوزن، داء السكري، لاطونسيون، فشل، الدوخة، كل شيء. زيادة الوزن تجيب موراها الأمراض بزاف. صح. وعندنا نوعين من الكوليسترول، عندنا HDL وعندنا LD، عندنا كوليسترول HDL وعندنا الكوليسترول LDL، هو الكوليسترول الجيد البون كوليسترول الموفي كوليسترول. وهادو النوعين عندنا حنايا ديفو نقولوا حنا الكوليسترول من يجينا، هو عندنا في الجسم تاعنا كاين كوليسترول يكونها لنا، كاين ديرها لنا كي نقولوا حنا الكبده، تصنعها الكبده. علاش بتعاونها تصنع ماده الصفراء اللي تكون متمركزه في المراره. هذه الماده الصفراء اش غادي دير؟ المسؤوله على ماذا؟ على هضم الدهون. وعندنا الدهون ثاني كتكون معظمها متكونه تكون من الخلايا العصبيه، مشتيش المخ كي نقلعوهم تاع الخروف نلقاوها فيه ليدام بزاف. الخلايا الدماغيه، الخلايا العصبيه تتكون بزاف من الدهون. وعندنا ثاني واختي وسيله فضلي شكرا، عندنا قلت لك انا نوعين، وعندنا الكوليسترول اللي يكون مليح. شوفي احنا عرفنا بالكوليسترول، احنا ندخلوا دروك الوصفات ديريكتومون على ضيق الوقت، سمحي لي نعطوا وصفات ونعطوا خفيفه باسكو نعرفوا الحصه دردرك شويه كثيره اون بروفيت. شوفي هي عندنا الكوليسترول المليح ثاني عندنا، هو كاين عندنا واحد الفيتامينات كان يدوبوا في الماء، كان يدوبوا في الدهون. من بعد اللي يدوبوا في الدهون عندنا فيتامين ا وفيتامين دي وفيتامين ك. صافي احنا ما نقولوش كوليسترول ما تاكلوش كاع الدهون وما تاكلوش كاع المواد الدهنيه، كاين مي شوالا بنظام وباعتدال. صح. الوصفات جبتي لنا مشروبات، جبتي لنا وصفه جميله تاع الدنجال. الدنجال ندوب بها. اي صح اختي على بركه الله. عندنا وصفه، شوفي الدنجال مليح، قلنا المليح لداء السكري ومليح لمرضى الكوليسترول. عندنا ياخذوا حبه تاع الدنجال يغسلوها بيان، يقسموا يا اما يشوها كيما راهي ولا يفوروها كيتا الحالتين. كي يشوها ولا يفوروها يقسموها اون دو، يحلوا لها داك يقلعوا لها اللب اللي في الوسط. ياخذوا يدوا الكفته ماشي تاع اللحم الاحمر، يدوا كفته تاع صدر الدجاج باسكو هي فيها ابيض الدجاج، هي فيها نسبه قليله من الدهون. يطحنوها يفوتوها غير شويه في زيت الزيتون باسكو زيت الزيتون مليح بزاف، هو زيت نباتي مليح للداء السكري داء الكوليسترول. يفوتوه في زيت الزيتون، يزيدوا لها شويه تاع بصل ثاني محمر، شويه تاع لي زيبيس
ثوم وثوم انا نفضله يديرهم مع الاخير باسكو باش ما يطيبش يطلق البنه تاعها مليحه وفيه فايده مليحه بالبزاف. ويكونوا مغليين شويه تاع روز يخلطوهم مع هذيك الكفته ويعمروا فيهم هذوك الحبيبات تاع الدنجه اللي خواهم الوسط داك اللب ما يقيسوش يديروه فيه شويه معدنوس وشويه تاع عصير الليمون زيت الزيتون وثوم يديروا سلطه مليح بزاف تانيك يرافق مع هذا البلا. نعم. ويخدموا صوص خفيفه ويديروها من الفوق يدخلوه صوص طومات صوص طومات دخلوه للفرن غير باه يتقراتينا هذاك البلا ويجبدوا ياكلوه بشهيه طيبه. شكرا لك فاطمه عمار. اذا كانت وصفه جميله وصفه تاع الباذنجان لاصحاب الكوليسترول. ونعاودوا نقولوا للسلطات احنا اصحاب الكوليسترول يبغوا السلطات بزاف السلطات المحببه قلنا كاين سلطه تاع الباذنجان يا اما يشوه يا اما يفوروه يديروا له زيت زيتون سلطه مشويه كيما هذيك اللي يقولوا سلطه مشويه غير تاع الباذنجان ويشوه ويميكسوه كاين ثانيك كورجات مليحه مليحه بزاف الكوليسترول ثانيك ينجموا يشوها ينجموا يفوروها ينجموا يديروا بزيت الزيتون ناكد على زيت الزيتون ماذا بهم اللي مرضى الكوليسترول يستعملوا غير الزيت النباتي زيت النباتي ما راهش راه يضرهم يستعملوا شويه زيت الزيتون شويه تاع الثوم نفضل دائما نقول الثوم ما يطيبوش يدوه هكا خضر باسكو راه فيه الفايده مليحه بالبزاف. نعم. حنا نعرفوا هو مضاد للاكسده ما تعقليش انا نحقل على جدات الله يرحمها كانت دائما فينيغريت دير هذوك دائما دوك الحبيبات تاع الثوم في لا فينيغريت وتقعد هذيك القرعه هكا مظلمه وفيها دوك الحبيب وتطلق هذاك اللب هو مليح بنا شابه وفيه فايده كاع اللي كانوا يديروه بكري جدودنا وكاع مواتنا كاع فيه فايده والله صحي هما ما كانوش قارين ما كانوا يعرفوا صالح الصحي وصالح اللي راهم يضروا. قلت لك ثاني الكورجات من هكا وترابي فوقهم الثوم عندنا ثاني تفور شويه تاع زروديه شويه تاع بطاطا وتزيد معاهم حبيبات تاع الروز مليح ثاني كي شغل شوفي عندنا الباذنجان وعندنا لي كورجات عندنا الروز هادو كاع شتي الدجاج كي نديروا في المقله راهي مصنا الزيت هكا كيديروا في الجسم الانساني مصر الكوليسترول يكون في الجسم تاع الانسان الروز مليح لي كورجات لي كاروت عندنا ثاني ينجموا يديروا العصائر لي جو عندهم يدوا التشينا في وقتها تشينا مليحه بزاف ماذا بهم كل يوم كل يوم كل يوم تكون في وقتها كي تكون في وقتها كل يوم يديروا عصير لما كانش في وقتها يديروا ثاني العصير تاع الليمون الليم ثاني مليح بزاف عندنا يديروا اللي يخلطوا يديروا خليط ما بين تشينا لما كانش تشينا يديروا الليم التفاح والكروطه الكروطه ماذا بيهم كي ياكلوها يرابوها ياكلوها خضره ولا ياكلوها يديروها هكا جو لاخاطش فيها فايده بزاف الكوليسترول يطحنوهم ما يديروا لهمش الماء يديروهم هكا ما يديروا لهم لا سكر لا والو من بعد يفوتوهم في باسوار ويشربوهم لكن عندهم هذيك السنتريفيجوز يفوتوهم فيها مليحه ثانيك. نعم. عندنا ثانيك المشروب تاع المعدنوس يغلوا يقدبوا هكا تكون قبيضه مليحه تاع معدنوس يغسلوها بيان يغلوا الماء مليح يفرغوا عليها ويغطوها ويخلوها من بعد يشربوا هذا في الليل ولا في طول النهار شوفي هي ماذا بهم هادو كاع الوصفات ياكلوهم قبل ما ياكلوا بواحد الساعه ولا مليحه زعما راهم هنا يديروا لهم اعتدال في الكوليسترول في الكور تاعهم كاع لك لو حاجه شويه زعما تاع ميدمه ولا ما راحش ينضروا. عندنا ثاني الدنجال يقدبوا حبه تاع الدنجال يقسموها لا كانت كبيره على سته لا كانت متوسطه يقسموها على اربعه يفوروها ويديروها في بورت مونجي يستحفظوا بها في الفريجيدار عندهم قبل القهوه قبل الفطور قبل العشاء بواحد الانور يقدبوا مورسو من هذاك الدنجال يعصروا فيه شويه تاع ليم وياكلوه صحي ومليح بزاف للكوليسترول وان شاء الله يكونوا استفادوا. لتحكوا بنا اللحظه نقول لكم نهاركم مبروك وسيله نور الهدى تحييكم وراء الميكروفون موضوعنا اليوم موضوع الكوليسترول الوجبات المحببه في الناس المصابين بهذا المرض ورانا مع شيف فاطمه عمار اذا اعطت وصفه جميله وصفه تاع الباذنجان اعطيتنا العصائر والسلطات حبيت سؤال واش هما الماكولات اللي لازم يبتعدوا عليهم المأكولات اللي لازم يبتعدوا عليهم هي صفر البيض لان فيه بزاف دهون ياكلوا البياض ولا بغاو شويه ياكلوا غير كميه قليله من الصفر البيض ويبتعدوا عن المارغارين وانواعها كاع تاع الزبده يبتعدوا عن الزيوت يروحوا قلت لك الزيوت ماذا بهم الزيوت النباتيه يستعملوا زيت الزيتون فوالا يبتعدوا عن اللحم تاع الضلوع فيه بزاف شحوم بزاف يبتعدوا على الصفه عمل اللحم الاحمر ياكل لا هو معمر بزاف بالدهون يبتعدوا عن التدخين
التدخين التدخين ثم التدخين الرجال لي طاكسي اليوم يسمعوا لي بيس كنقول لكم ابتعدوا عن التدخين لان هو راه السبب الرئيسي في الكوليسترول. كاين بزاف ماكله يبتعدوا عليها يبتعدوا عليها صحاب الكوليسترول وقلنا لي فريتور القلي ماذا بهم المقلي الدنجال المقلي كوجات مقلية ماذا بهم يشووا ويديروا يفوروا ويديروا يفوروا ويحطوا غير القلي كاين لي لي فريت ما ينقلعوش في الفطور والعشاء ضروري هذيك الطبيسي تاع لي فريت وهي تضر بزاف ماذا بهم يبعدوا ليهم صحتهم راهي هنا كاين وصفات واحد اخرى لي فريت نقدروا نديروهم ثاني في الكوشه في الكوشه واه نعم. دير عليها شويه زيت الزيتون دير عليها الحرور ترابي عليها الثوم ديرها في فوق البابي عطينا وصفات جميله تاع البطاطا اللي هكا درنا لها كل فلاقي فلاقي درناها في ان ساشي تاع الكونجيلاسيون شويه تاع الدهان والتوابل ومن بعد درناها في ان بابي هكا اليمونتير في الكوشه وطابت تجي مليحه تجي بنينه وتجي شابه كي تجبدها تحطها تزيد فوقها شويه تاع الثوم تزيد معدنوس تجي صحيه حاميه انت تبرد شويه ما تبغيش تيبس كي شغل تيبس قلنا الاقلاع عن التدخين لان التدخين السبب الرئيسي في الكوليسترول والاقلاع ثاني ما ياكلوش القليان كاع بصفه عامه ماذا بهم ياكلوا الماكله غير مفوره ولا في الكوشه ولا هادو الصوالح ثاني ملاح نروح دروك الماكله اللي مليحه اللي ننصحوا بها عندنا الاسماك بانواعه ماذا بهم السردين والسلمون لان السردين فيها الاوميغا 3 عندنا الثوم ماذا بهم ياكلوا الثوم بزاف عندهم الليمون عندهم ثاني اللوز مكسرات كاع بصفه عامه المكسرات شوفي ماذا بهم ياكلوا حتى 30 غرام بار جور علاش المكسرات والزيت الزيتون كاع هادو راهم يخرجوا يطردوا لنا الكوليسترول المشي مليح ويخلوا الكوليسترول مليح في الكور تاعنا يساعدوا على طرد الكوليسترول المشي مليح عندنا الماكل الصوالح اللي فيهم الالياف لي فيبر مثل لي فريز العنب البرتقال البقوليات الشوفان هادو كاع باسكو علاش الشوفان ثاني مليح مليح بزاف هادو يديروه في لا سوب يقدروا يديروه في الخبز في الخبز كله يديروه بالماء وياكلوه يديروه هادو علاه لان هادو الالياف راهم راح يلصق فيهم الكوليسترول ماشي مليح دونك يخرجوا انتظروا المكالمات ونعاودوا لي اوكي ما كاينش مشكل اذا انتظر مكالماتكم على الارقام الهاتفيه 041 84 87 22 الى غايه 25 اعيد الارقام 041 84 87 22 الى غايه 25 صباح الخير ان شاء الله يفرحك بولاد يسلمك صباح الخير على الشيف اللي راهي معك صباح الانوار مرحبا الله يسلمك اخت ناديه ميشوبو مرحبا بك ناديه الله يسلمك اختي الكريمه بغيت نقول للشيف حد واحد لابتيس انا ثاني قدرتها في ملي كنت كان عندي الكوليسترول والحمد لله تخلص منه نهائيا بهذه الوصفات انا جربتها ونفعتني ان شاء الله المشاهدين المستمعين ثاني كيجربوها من تكون الكوليسترول انا نكون نشوفها طالع فيا سو كيفي ماشي ثاني ناكلو 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 ونديرو وصفه هذه من مستحيلة باش كيما حنا نقولوا تنحي الا تنقصي من كل الوجبات تاعك هذوك تاع الزيت كيما تقول والقليان انا ندير الدنجال في الكوشه بشويه تاع زعتر وحب او اون غوندير دي طومات هذيك نفطر بها وثاني كندير لا سالاد تاع الشتا هي لما نكون لا كوليسترول فيها ندير اللفت غاطي العائله تاعي ما كانش كاع تذوق اللفت من اللي ولفتهم اللفت كيفاش ديري لها؟ لا سالاد هي فيها اللفت غاطي سلاطه فيها اللفت غاطي تخي هكا ني غاطي هكا نورما تنقي سورتو من يكون هذاك الفيولي يا اخت وسيله واه مليح ذاك البنين حبه في النهار حبه في الليل نرابيها ونرابي عليها شويه تاع ثوم وشويه تاع معدنوس يا اخت وسيله لو كان تسيوها هذه من المستحيل تستغني على اللف انا غادي نسيها لكل يومي انا دايرتها توجو كل يوم دايره قرعه تاع سعيده فيها شويه تاع زنجبيل شويه عرشي تاع نعناع والسيترون فيها نقيه نعصرها ونعاود ندير هذيك الحبه تاع اللي فيها ما نكثروش الزنجبيل باسكو الزنجبيل حار نهار الغدوه ما نشربش غدا نشرب الماء نورمال وهذه الوصفات راهم ينجحوا بصح ثاني كنقول للمستمعين ماشي ياكلوا كاع الزيوت ويديروا الوصفه هذه من المستحيل تنفعهم شكرا لك حبيبتي على النصائح على النصائح تحياتي صباح الخير صباح الانوار كوثر صباح الخير عليكم. وعليكم السلام مرحبا يسلمك لا تنصحى يسلمك هي والشيف معك بارك الله فيك شكرا بس نقول لك
هذاك المشروع تاع المعنوس اللي مديتيه. نعم. هذاك انا يا شيخي كان مراد بلاغه. ايه؟ ايه وقالوا لي بلي طاح الماء تاع المعنوس، المعنوس نغلي الماء غايه ونقيس فيه قضبة تاع المعنوس. وتطفيه عليه. ونخليه. ايه. ونخليه يطلق. يطلق. ايه الماء يشرب غير المعنوس. والله لا تعرفيه كان قبل يوصل للدياليز. ربي يشافيك ان شاء الله، وهذه نصيحه مليحه. المعدس نعرفوه مليح شحال من مرض ان شاء الله. بزاف بزاف مع ما كالسيوم في حدا راه مريض باللغه ولا اموري تي بلاصه مليش عندي. يعطيك الصحه وربي يشافيك ان شاء الله. شكرا لك على النصيحه ايضا. شكرا ليا الله يعاونكم. تحياتي. شكرا. صباح الخير خولة. صباح الخير. صباح الخير. كيفك وسيلة؟ لاباس؟ لاباس مرحبا بك. ربيك ديالك تما بخير. لاباس سؤال عليكم. الحمد لله نحبكم هانين. احنا تاني نحبكم في الله. ان شاء الله تكونوا هانين كاع المستمعين والمستمعات. ان شاء الله كامل ان شاء الله يا ربي. تفضلي. ثاني نزيد لك الكركديه. الكركديه ثاني مليحه الكركديه. وش هي الكركديه؟ هذيك اللي يشربوها السوريين تجي كيما الورد احمر. كيما الورد حمر سموها الكركديه. الكركديه هذيك اكلك تعمل معلقه كبيره اللي طاب اللي تقطع الماء يا هكذاك بارد في بارد يا تغلي الماء وتقوي عليها. هذه مليحه الواش مليحه الكوليسترول مليحه. احنا لازم نتاكدوا بهذا الشيء. اسكو جربتيها؟ وي جربتها وثاني كيما اللي وراوها لي مجربينها. مجربينها ثاني الكركديه. هذه ما كيشربوها السوريين. اه صحه. زعما دوك لي جي هذه ازهار حمر جايين حمرين. شكرا لك على النصيحه. تحياتي. شكرا. نطلبك على حاجه. نعم تفضلي. ما عمر كتجابك لي غوسات خطره لي فاتت. ايه هذوك تاع الخدمه. ايه هادوك كنتعاودوهم من محل. نعاود لكم حصه اخرى ان شاء الله كاع فيها كاع الوصفات ان شاء الله. مزيد وصفات باقيه ان شاء الله. ام ساره صباح الخير. صباح الخير وسيله. نهاركم مبروك حبيبتي. كي راكي غاده؟ نهارك مبروك ام ساره. تحياتي لكل عائله. يسلمك يسلمك. توحشنا الصوت تاعك في اذاعه الباهيه. راهي بزاف بزاف الضيفه اللي راهي معاك. شكرا لك حبيبتي. شوفي انا ما غاديش غادي نخرجك شويه على الموضوع. اذا كان ممكن نطلب من اخت فاطمه. نعم. تعطيني لي كاب كيك. لا غوسه تاع لي كاب كيك. لي كاب كيك صح. انا نعطيهم لك ام ساره. انا نعطيهم لك. غادي تعطيهم لي ونعطيهم لك من بعد. ايوا هما ام ساره هي مستمعه وفيه وداري تعيط لنا وغابت علينا واليوم عاود ولدت لنا. نسلموا عليها على كل افراد العائله. نجيه بنتها تاني مستمعه وفيه. الله يبارك. مرحبا بهم. دونك من بعد عطيني الكوب كيك ان شاء الله. ما كانش غير مشكل. انا في حصه شويه تاع سبيسيال. سبيسيال. اذا نعاودوا نولوا ليك. واه كنا نقولوا الاكلات المسموحه والمليحه المفيده للسكري. قلنا الاسماك الثوم الاسماك تكون مشويه. واه خاصه مشويه. عندنا المكسرات الاكلات اللي فيها لي فيبر. عندنا زريعه الكتان مفيده بزاف. ثاني زريعه الكتان شوفي ينجموا يديروها في الخبز في العجينه تاع الخبز. ايه هكا في بلاصه الشتكي نديروا حبه حلاوه ونديروا سانوج نديروا شويه زريعه الكتان. ينجموا ثاني كيدوا الزيت زريعه الكتان قد هكا ينكويا ولا تاع زيت زريعة الكتان يديروه في الكاس تاعما ويشربوه. عجبتني تاني الوصفة تاع المستمعة مانيش عاقلة على اسمها اللي قالت لك نديروا لي ترونش تاع لي طوماط في الفرن بشوية زعيترة. مليح مليح. اللي قالتها درك واه دنجال. دنجال ولي ترونش دو طوماط هكا سي ان بون روبا. ويجي شباب تجي هكا ماشي ميم اللي ما فيهمش كوليسترول وياكلوهم وتجي حاجة شابة وبنينة. واه وجبة كاملة. قلنا زيت زريعة الكتان وزريعة الكتان ثاني كنديروها في الخبز. نجمو عندنا الرمان مليح تانيك بزاف. عندنا التفاح عندنا الدلاع لي كورجات. ونقول لهم كثروا من السلطه كثروا من شرب الماء باسكو الشرب الماء هنايا راه كي نقولوا حنا يخرجوه. نعم. كي يخرجوه راه يخرج معاه السموم يخرج معاه. يكثروا الفواكه ويكثروا ننصحهم المشي.
يمشوا بزاف اللي ما يقدرش يدير رياضه واه يتمشى ولا وحده تروح للمرشي ولا لازم لها تتمشى باش باسكو المشي وما دابيها تتمشى تتمشى شوفي على الاقل عندها 30 مينوت باغ جور تاع مشي وتتمشى بخطوات متسارعه لان المشي راهي هنا تحرق في الدهون ما غاش تخليهم غير متكدسين في الكور تاعها كي يتلمون الدهون راكي عارفه راهم يديروا امراض بزاف في القلب لا طونسيون السكر كل شيء نعم يعطيك الصحه يسلمك اذا كانت مازال ما كملتيش اش عندنا ثاني ماذا بهم هنايا كي ياكلوا الياغورت الحليب وكاع تكون الماده الدسمه اللي فيه ما تكونش بزاف ما تفوتش 1% راه كاين عندنا الحليب راه يتباع في لي مارشي الحليب قليل الدسم ولا منزوع الدسم كاع الياغورت ثاني راهم كاينين الاجبان راهم كاينين راه عندنا لو شوا واه راه كاين راه كاين الحمد لله كما قالت المستمعه اللي قلنا شويه ريجيم شويه ياكلوا ياكلوا كل حاجه بالعبر نظام غذائي شوفي اللي قلهم يتبعوا نظام غذائي هنا هذه راهي صحتهم اللي راهي في الوسط نعم. ماشي راه باغيين يديروا نقولوا حنايا بالك تقول لك باه ندير لاطاي ولا لي اي خليها تهرب وخليها بصح حنا راهي الصحه ولا مرض نعم. ضبطتي بلاصه ولا لا بعد الشر يدي لصالح الصحه هي الرزق هي كل شيء هي كل شيء استحافظوا نعم. على صحتكم معليش نتنازلوا على القليان وتنازلوا على البنون وصحتنا تكون مليحه شكرا لك شيف فاطمه عمار على الموضوع المهم على الوصفات على السلطات المشروبات النصائح كاع اللي يعطيتي هنا ان شاء الله تكون فرصه اخرى باش نعاودوا باسكو هذاك داك النهار الموضوع اللي درناه تاع النساء والامهات الماكيتات في البيت باش يخدموا على رواحهم ويسترزقوا عطيتي لهم وصفات جميله اقتصاديه دونك نعاود لهم ان شاء الله في حصص مقبله هذا الموضوع تلقى اعجاب كبير ومازالوا راهم يراسلوني في الصفحه تاعي ويقولوا لي مادابك تزيدينا لي غوسيت وكاع وان شاء الله ان شاء الله يا ربي نكونوا سبب في الخير وفي المعاونه تاع هذو النساء ان شاء الله شكرا لك اذا كنت معاكم وسيله نور الهدى وراء الميكروفون حكيمه فيروز عبد الله فاطمه قباح في الهندسه التقنيه موعدي يتجدد معكم ان شاء الله يوم الثلاثاء